السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك عليكم، تقبل الله أعمالكم. أهلا وسهلا بكم في أول محاضرة لهذا الكورس والكورس الثاني. مادتكم هي الـ Distributed System. أوكي، طبعا الـ Distributed System هي شيء من شيء متقدم عن الكمبيوتر أركيتكتشر، واللي ايضا هو من ضمن الاوبريتنج سيستم. باعتبار ما نقول كمبيوتر اركتكتشر يعني الهاردوير زائد السوفت وير. الكورس اوتلاينز عندنا راح نتعرف على فد جنرال انترودكشن، على شنو معنى الديستريبيوتد سيستم، من جاي هذا التسميه، شنو التعاريف الاساسيه، characterization of distribution system، شنو المواصفات لل distribution system. ايضا راح نتطرق لل networking انتر networking، باعتبار ال distributed system هي تعتمد على ال networking، وكذلك ندخل على network communication، اهم تطبيقات ال network باعتبار هو network اساس ال distributed system، وبي كوميونيكيشن، واهم داله هي الانتر بروسيس كوميونيكيشن، هاي مرت علينا، والريموت انوفيكيشن مرت علينا بالادفانس او اس. ايضا راح ناخذ المسج باسنج اركتكتشر، ايضا نمر على الديستريبيوتد او اس، التشغيل اللي خاصه بالديستريبيوتد فايل سيستم، والديستريبيوتد سيرفيس نيم سيرفيس الى اخره. ايضا ممكن تطرق للسكيورتي بالديستريبيوتد سيستم، واخير شيء هو الفيرتشواليزيشن، او ناخذ فد اكزامبل على الفيرتشواليزيشن والجوجل كيس ستدي. اوكي، هذه الامور معروف يعني اللي هو نوصل بيهن. قبل ما ندخل الى الديستريبيوتد سيستم او يعني بشكل عام نعرف، خلينا راح نتعرف على الحقب اللي مر بي، فهنا 4 decades of computing. اوكي، الحقبه الاولى او يعني 4 decades كتعريف، most computer scientists agree that there have been 4 distinct paradigm of eras of computing starting from 1960. اللي العلماء صنفوا انه قالوا اكو اربع حقب مر بيها الكمبيوتينج ابتداء من سنة 1960. اوكي، اوكي، اول ايرا او اول حقبة مر بيها يسموها الباتش ايرا، الباتش ايرا 1965. بهاي السنة the IBM system، شنو الباتش إيرا؟ بهاي الفترة بهاي السنة يعني بالضبط 1965 the IBM system. IBM هي شركة عملاقة معروفة سابقا، هسه بعدين تغير اسمها راحت، بس هي أول ما بدت بعمليات الكمبيوتينج بتصميم الهاردوير أيضا بالسوفتوير، فأكثر شيء اختصت بالهاردوير. IBM system سلاش 360 ميني فريم، الميني فريم هذا الكمبيوتر الاساسي اللي تم بناءه اللي هو يسموه الميني فريم. اوكي، هذا اول ما كان هو اللي موجود عندنا في بهاي الحقبة، يعني اول ما صمم هذا النوع من الكمبيوتينج. هذا يعتمد على شنو يسموه typical batch processing machine، typical batch with punched card. بانش كارد، الباتش شنو كملخص، باتش هو يعني ذاري لخص، هو الوظيفه فد تاسك معين، تاسك معين نريد ننفذها، يعني يسموها باتش في ذاك الوقت. وذ بانش كارد، كارد كانه مثقب، مثقب الكارد زين، كارد يسموه بانش كارد ريدرز، تابز ممكن او ديسك درايف، يعني ممكن يستخدم البانش كارد، كارد هذا العادي هو تاب اند ديسك درايف. اذا تذكرون سابقا كان اجهزه الفيديو جيم يعني نسميها الاتاري احنا، السيجا والقبلها المايكرو، كان بيها كارت شيء يقعد بيها زين، هذا الكارت اللي كان يركب نفسه هو نفس البنش كارد،
فشي مشابه له. طبعا اقدم من عده، اقدم من هذا اللي هو مال فيديو جيم، مال سيجا وقبلها المايكرو، لا بس هو في شيء مشابه. بي مثلا هذا انت من تحط الكارت مالت من مال اللعبه الفلانيه، راح تخصص هذا تحوله لهذا الاتاري او الجهاز البلاي فيديو جيم الى وظيفه معينه انه يشغل لك هاي اللعبه الفلانيه في نفس الحاله لهاي التاسك الوحده. اوكي، اذا تذكروه هذا اللي لحقتوا عليه او لا، اللي هو الاتاري القديم او يسموه الفيديو جيم القديم، تحط له كارت، هذا الكارت راح يحوله على هاي اللعبه فقط فيشتغل فقط هاي اللعبه. مو مثل الاجهزه الحديثه انه تقدر تسوي خيار تدخل، يعني معتمد على السوفت وير، لا هذا معتمد على الهارد وير، وبداخل السوفت وير يدخل ويبدي يتحول الى فيكون لوظيفه معينه. وايضا كان تابز، اذا شايفيها الفيديو كاسيت تابز، هاي فيديو كاسيت، وان ديسك درايف، الديسك درايف ايضا شيء قديم تم استخدامه قبل ما يستخدم السي دي. اوكي، لو نلاحظ هنا حتى نعرف شنو الباتش، هنا هذا هنا عندنا عدة يوزرز، عدة مستخدمين. سابقا كانت الحاسوب يعني خلينا نكون نادر او قليل، فكانوا يروحون للمؤسسة في وقتها حتى اللي يشتغل هو متخصص بالحاسوب وعنده شغل بالحاسوب، فكل يوزر عنده جوب، فاكو اوبريتر لكل جوب راح تكون عنده باتش وظيفة معينة، اللي مثل ما ذكرناها لعبة الفيديو جيم القديمة تحط اللعبة الفلانية هي راح تشتغل، لعبة كرة قدم راح تشتغل كرة قدم، ما تقدر تحول الا تشلع هذا الكارت وتخلي كارت اخر. فنفس الحالة فيصير عندنا اوبريتر مشغل، يعني مشغل شخص مشغل يساعد الحاسبة يجيب الجوب، وكل جوب وين يخلي على باتش معين حتى يبدي يتم معالجته. واضح، هذا القديم. طبعا هذا الصورة هنا امامكم، انه لاحظ البنش كارت اذا شيء حتى يتوضح اكثر، يعني كارت يصير وفشي مشابه للي دول الضرير، يصير شيء مثقب زين راح تفهمه، هنا عبارة عن كود يقدر تفهمه مع الحاسوب، فراح يقدر انه هذا الفونكشن راح يقدر يفهمها عن طريق البنش كارت. اوكي، الاخر هو التايم شير، الحقبة الثانية اللي هو من 1961 to 1976، اللي هاي الفترة التايم شير ايرا، حقبة التايم شير يصحوا لها التايم شير. The mainframe of the patch era were firmly established by the late 1960s. يعني هاي مرحلة الباتش اللي هي البين فريم ذكرناها. When the advanced semiconductor technology made. أكو تقنية سحولة السيميكوندكتر. كان قبل يستخدمون ما يسمى بال يعني احنا يسموها الفيكيوم تيوب، احنا يسموها اللمبة. اسألوا آباءكم أجدادكم عن هذا الاسم، اللمبة. تلفزيون يشتغل سحولة على اللمبات يسموه فاكيوم تيوب، فشيء مثل يعني المكون الأساسي للتلفزيون تلقاه عبارة عن جلوبات، نفس الشمعة نفس الجلوب، هو هذا كان يقوم بالعمليات. فهذا كان سابقا قديم، اجى بعد ما يسمى بالسيمي كوندكتر. السيمي كوندكتر يعني بدأ يدخل الترانسيسترز بعد أكثر زين بهذا التطبيق زين، فهذا اللي دخلت هي فرع اللي بعد السيمي كوندكتر حتى ولدنا الانتجريتد سيركت، يعني هذا الاي سي، احنا نصح الاي سي صار عندنا اي سي. اوكي، بعدها اجت الديسكتوب ايرا، ديسكتوب ايرا اللي هو اي فترة الحواسيب اللي من 1977، ولا هاي الفترة اللي هي تم استخدام الحواسيب بالاعتماد على الانتجريتد سيركت وتم تطويرها اللي هي الديسكتوب، بحيث صار حدور كمبيوتر. كان قبل سابق الكمبيوتر للمختصين، بدأ بال 1977 يدخل لليوزر العادي. طبعا هو ما دخل لليوزر العادي هم بسهولة، بال 77 لحد تقريبا نهاية الثمانينات تم تحويل وجود الماوس، قام تدخل أنظمة تشغيل مساعدة. كانت قبل يستخدمون كود يكتبه إلا المختص يعني يعرف،
يعني بداية التسعينات وبالتحديد 93 94 95، بالذات 95 اجى الويندوز 95، كان قبله ويندوز 3.2 3.1، بس الويندوز 95 احدث ثورة في الحواسيب، صار كل شيء سهل، اي واحد يقدر يستخدم. الان بدا يتطور الويندوز من 98 2000 مليون الان نشوفه، بحيث سهل اي واحد يقدر يستخدم. اوكي، الحقبة الأخيرة اللي هي النتورك إيرا. النتورك إيرا اللي هي مرحلة الشبكات، يعني قمنا نربط حاسبة مع حاسبة أخرى، عدة حواسيب حتى نسوي شبكة، وهذه الشبكة تبدأ تكبر وتسوي لنا الانترنت، ومثل ما جاء يشوفون انه نحن نستخدم الانترنت. اوكي، فهو هذه الفور ديكيدز فور كومبيوتينج. بعد ما تعرفنا على الفور ديكيدز للفور ديكيدز اوف كومبيوتينج، راح نشوف ذني فد مقارنه هذه بيناتن، فد مقارنه تاريخيه اكثر شيء، وشلون ترتبها تطلعون عليهن. نجي نريد نشوف شنو معنى الديستريبيوتد سيستم، يعني احنا شنو ربطهن بالذني الفور ديكيدز، شنو راح نحصله، او شلون نقدر نفهم الديستريبيوتد سيستم. Distributed system كتعريف أولي. Distributed system is a collection of independent entities. خلينا نشوف شنو معنى collection، يعني مجموعة من ال independent entities، يعني القطع أو الوحدات، مجموعة من الوحدات اللي كل وحدة معزولة عن الأخرى. يعني شنو؟ يعني مجموعة ال entities وحدات. هو ليش سموها وحدات؟ هاي بعدين نجيها. لانه ممكن تكون سي بي يو معالج، ممكن تكون لا شنو كمبيوتر، ممكن تكون كمبيوتر وبعد ملحقات وياه. فهنا نقول انه هو collection of independent entities. اوكي، باعتبار هذا distributed system كتعريف عام سماه entities، ما قال كمبيوتر. فهو distributed system يعني شيء موزع، من اسمه موزع، انه كل مكان وحدة معينة معزولة عن الوحدات الاخرى، بس شنو تساعد فيما بينها، to solve a problem، لحل مشكلة، that cannot be individually solved، اللي ما ممكن بشكل فردي أن تحل. وضحت؟ يعني هو ال distribute هو مجموعة من الوحدات المستقلة اللي تربط تتعاون بيناتها حتى تحل المشكلة اللي ما تقدر تحلها الحاسبة وحدها. زين، في عملية مشاركة لمجموعة، خلينا نقول تنعرف مجموعة حواسيب تحل معزولة عن بعضها، وحتى إذا أكو مشكلة ممكن أنه تحلها. أوكي، هذا مو مثل الإنترنت. الإنترنت أنت يوزر تروح إلى سيرفر معين، طبعا هي جزء مهم من الإنترنت، بس لازم حتى تفهمه أنه هو جزء مكون لمزودات خدمة الإنترنت. أوكي، يعني مزودات خدمة الانترنت اللي انت تعتبر يوزر، انت قاعد تستفاد من الديستريبيوت السيستم حتى تنفذ شغلك. واضحة؟ يعني انت كيوزر والبقية اليوزر ما تعتبرون ديستريبيوت السيستم، انت معزول اصلا، ما قاعد تتعاون، حتى من تتعاون وتحلون المشكلة صرت ديستريبيوت السيستم. بس انت بالنتيجة انت قاعد تستفاد من الديستريبيوت من الديستريبيوت سيستم حتى يعني تستفاد منه. ان شاء الله نجي بهالشكل هذا، راح نجي انه نشوف يعني شلون هذا العملية التعاون حتى تقدر انت تستفاد من الديستريبيوت سيستم كيوزر. اوكي، فانا قلنا مجموعة حواسيب تشترك فيما بينها حتى تحل مشكلة معينة. كاركترايز اوف ديستريبيوت سيستم، شنو المواصفات؟ The distributed system can be characterized as a collection of mostly autonomous processors communication over a communication network. إذن هو مجموعة أو يعني مواصفاته تعتمد على طبيعة البروسيسرز، الكوميونيكيشن والكوميونيكيشن نتورك. هذن أساسيات حتى نعرف الكاركترستكس مالته. أول شيء B هو no common physical clock. No common physical clock، شنو معنى no common physical clock؟ هسه إذا أريد نتعرف عليه هذا بشكل كامل، أكو عندنا بالحاسوب عندنا فتشي يسموه الكلوك،
هذا المفروض مر عليكم بالديجيتال ديزاين. هذا يسمحوا له الكلوك، السي ال كي. هذا الكلوك، هذا شنو الكلوك؟ اذا ذكروه بالديجيتال ديزاين، مجموعه الوظائف اللي جوا تعتمد كلها شنو على هذا الكلوك. مثلا اذا كانت عندنا موجه كاونتر يسموه غيره، زين، وشلون تبدي تشتغل هذا الكاونترز كله باعتماد على هذا الكلوك. بمعنى اخر، خلينا نضرب مثال انه السي بي يو الحاسبه مالتك بيها ما يسمى بالكلوك. الكلوك يعني الساعه، مؤقت، يعني كل ثانيه، خلينا نفرض كل ثانيه يؤدي عمل معين، كل ثانيه يؤدي عمل معين. السيستم كله، الحاسوب من رام واجهزه وتنفيذ برامج وخطوات برنامج، هذني كلهن يعتمدن على الكلوك. وين اللي موجود بحاسبتك؟ فكل الحاسبه كلها بيها كلوك واحد. شنو كلوك؟ يعني ساعه واحده بكل ثانيه. وهاي طبعا الساعه تجي سكرونايز، متزامنه، بحيث تجي كل، خلينا نفرض شلون الساعه اللي عندك. هسه انا مثلا امتحنكم، اسوي لكم امتحان، اقول لكم كل، راح اعطيكم شغل، اكتب سؤال ورا دقيقه تحل، ورا كل دقيقه تحل سؤال، من تبدا الدقيقه الثانيه تعيف السؤال الاول، كمل ما كمل تحل، حول على السؤال الثاني، وهكذا كل دقيقه عندك تكون تحل سؤال، كل دقيقه تحل سؤال. هذه شلون بالحاسبه؟ اكو يسموه الكلوك. كل اجزاء الحاسبه، كل ما موجود بالحاسبه شو يصير بي؟ يعتمد تماما على من؟ يعتمد على هذا الكلوك. اوكي، هذا المفروض قلنا ماخذين بالديجيتال، بس لا باس نعيده. قلنا انه انت مثلا تختبر نفسك او تختبر الطلاب، انا قاعد اختبر الطلاب، اقول لهم كل دقيقه شنو؟ تحل سؤال، زين، والطلاب كلهم عندهم، كل واحد عنده سؤال يحله مختلف عن الاخر، مو نفس الاسئله، بس شنو؟ كلهم صاروا متزامين، وين؟ يعتمدون على الايعاز اللي انطيه اني، زين، حتى يشتغلون. اقول لهم ورا دقيقه، اقول لهم يلا حل الثاني، ورا دقيقه حل الثالث، ورا دقيقه حل الرابع. الحاسبه كلها تشتغل، كل برامج اللي يشتغلون يعتمدن على يسموه شنو؟ كلوك واحد، يسموه كمان كلوك. وضحت؟ بالديستريبيوت السيستم، باعتبار الانظمه موزعه، ماكو هذا الكمان فيزيكال كلوك، لا، كل واحد يقدر يشتغل وحده ومعزول عن الاخر. اوكي، ذلك از امبورتنت اسامبشن بيكوز انتروديوسن اوف ذا اليمنت اوف ديستريبيوشن in the system and give rise the inherent asynchrony. ذاك قلنا synchronize، هذا asynchrony amongst the processors. يعني كل حاسبة تشتغل على وقتها الخاص بها، مو كلهن يعتمدن على الكوك. No shared memory. بالdistributed system ما نحتاج ما يسمى بالshared memory. زين، يعني من يبدا يشتغل ما يحتاج انه يحجز ذاكره. والله طبعا راح نجي الشيرد ميموري شنو فائده، بس حتى يصير عندنا واضحه، احنا ذاكريها بالادفانس اوس الشيرد ميموري، اذا بتوين تو بروسيسز من يصير كوميونيكيشن، اذا صار شيرد ميموري. اوكي، هذا ذكرناه بالاو اس، بالادفانس اوس. هنا ما نحتاج، كانه كل حاسبه تشتغل وحدها، ما له علاقه، ما تحتاج تستخدم الشيرد ميموري، واحنا ذاكرين امثله على الشيرد ميموري سابقا. من مواصفاته جيوغرافيكال سيبريشن، يعني موزعه وموجوده في اماكن جغرافيه مختلفه. يعني تلقى سيرفر معين موجود في امريكا، سيرفر اخر موجود في اوروبا، سيرفر اخر موجود بالهند، يتعاون حتى يعطيك شنو؟ يعطيك خدمه معينه، تعطيك خدمه معينه. زين، شلون هاي الخدمه المعينه؟ اذا انت من تتصفح الموقع، تتخيل قاعد تروح السيرفر واحد؟ لا، انت قاعد تروح لاكثر من سيرفر حتى يعطيك الخدمه المتصفح. هسه راح نرسمها. اوتونومي ان هيتروجينيتي، اللي هو اصلا كلهن ذني ممكن تكون بيهن مختلف مواصفات الحواسيب. يعني تلقى حاسبة بمواصفات معينة،
حاسبة أخرى في مواصفات ثانية، حاسبة ثالثة في مواصفات ثالثة، كل هذين يسموهن heterogeneity. زين يساعدن حتى يحل لك مشكلة معينة. حتى نوضح هاي خصوصا التوزيع الجغرافي لا بس مثال يصير عندكم واضح. اوكي لو نلاحظ هنا، لو لاحظ هنا ستة من تكتب دبليو 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 دوت جوجل مثلا، جوجل دوت كوم، هذا من تروح له الموقع ايش تتخيل؟ تتخيل انه انت رحت السيرفر واحد حتى يجيب لك هالامور؟ لا، انت تروح على سيرفر معين، هذا خلينا نقول هذا السيرفر، انت راح تطلب وين؟ من هذا السيرفر. زين اكو سيرفر يصحوا له الدي ان اس، ان شاء الله نجي سيرفر اخر اللي هو الدي ان اس، دي ان اس، وهذا السيرفر يروح لمن؟ الى سيرفر في قاعدة بيانات معينة، قاعدة بيانات الجوجل اللي هو نقول داتابيس، داتابيس اوف يعني جوجل، وهذا الجوجل يروح لسيرفر اخر اللي هنا ذني قلنا الانتيتيز الوحدات او الكمبيوترات، ذني يجتمعن كلهن، يجتمعن ذني كلهن، ذني كلهن يجتمعن حتى يفتح لك يرجع لك شنو نتيجة البحث مالتك وين؟ على الجوجل، وانت هنا شنو؟ اليوزر. اوكي انت يوزر شو تسوي؟ حتى مجرد جاي تسوي طلب وين؟ على الانترنت. تخيل انه قاعد تروح الحاسبة واحدة، لا انت قاعد تتصل بمنظومة متكاملة، ذني كل واحدة هذه انتيتي واحدة، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي اربعة، وكل وحدة من ذني وين؟ وحدة جزء بامريكا، سيرفر بامريكا، وسيرفر باوروبا، واحد بالهند الى اخره، ممكن انهم موزعات جغرافيا، يجتمع عن كلهن سوا، زين حتى يحل لك مشكلة معينة قاعد تبحث عن شيء، زين؟ وممكن يرتبط بعد اكثر، فذني قاعد يتعاونن سوا، ذني يصحونهن distributed system، كل وحدة مع زوايا الأخرى، ما له علاقة، ما يحتاج أنه تتنفذ بنفس الوقت، هاي مو parallel processing، ديش parallel processing تحتاج هذا الأمر، بالdistributed لا ما تحتاج هذا الأمر، كل وحدة منفصلة عن الأخرى، بعيدة عن الثانية، ماكو shared memory بياناتين، وكلهن يجتمعن حتى ينفذ لك أمر معين، أنت قاعد تستفاد من distributed system باستخدام الإنترنت. اوكي هسه الريليشن تو كمبيوتر سيستم كومبوننت، شنو العلاقه بيناتهم؟ الريليشن عندنا تيبيكالي ديستريبيوتد سيستم، ايتش كمبيوتر هاز ا ميموري ا بروسيسنج يونت، شوف لاحظ كل يونت من هذين اللي وضحناهم بيها بروسيس وبيها ميموري، كل وحده مفصوله عن الاخرى، ويربط بينات شنو؟ كوميونيكيشن نتورك، اما وان لان واي فاي الى اخره، هذه تربط بينات. اوكي يعني تعتمد اعتماد كلي على الكوميونيكيشن، مثل ما مثلنا مجموعه من اليونتس الوحدات. اكو لايرز بالديستريبيوت سيستم، كل نظام بي لايرز. The relationship of the software component that run on each of the computers and use the local operating system and network protocol stack for functioning. تعتمد على الاوبريتنج سيستم وايضا على النيتورك ستاك، مثل ما اخذت النيتورك ستاك او النيتورك لاير، نفس الشيء عندنا نحتاج ان بالديستريبيوت نعتمد على النيتورك ستاك، ذاك داتا لينك لاير، نيتورك لاير، ترانسبورت لاير. اوكي واضح application layer، وذني مرتبطات بما يسمى بالديستريبيوت السوفتوير يسموه middleware library، ها
هذا في السوفتوير. طبعا اكو اوبريتنج سيستم خاص اوكي، وهذا الاوبريتنج سيستم خاص سمو ديستريبيوتد اوبريتنج سيستم، بي ميدل وير يصح له لايبرري سوفتوير خاص يعني مترابط مع الاوبريتنج سيستم او دوات يعتبر اوبريتنج سيستم حتى ينفذ لنا الديستريبيوتد سيستم اوكي. فالى ان توصل اخر شيء بالديستريبيوتد ابلكيشن اوكي، فيبدي الـ الـ يعني التطور او انحسار البروتوكول مال ديستريبيوتد بشكل انه يعني اول مره الابلكيشن تكون كلش متسامحه، الان من دز عبر الشبكه تبدا تضيق يعني، وهي تبدا تظهر عندنا مشاكل الديستريبيوت سيستم انه عمليه نقل البيانات بيانات باعتبار اكو شبكه صايره اوكي. The interaction of the software when this system component at each processor. احنا يعني اذا شرحناهن الموتيفيشن شنو الموتيفيشن؟ شنو الحافز او الدافع اللي يخلينا انه نستخدم ال distributed system؟ اول شيء inherently distributed computation. زين inherently distributed computation لطالما عندنا أنظمة موزعة أجهزة موزعة، فبعض الفانكشنز المهمة اللي احنا نريد نسويها او نريد نستخدمها تكون موجودة موزعة على اليمن على ذن اليونتس، اذا كسر inherently يعني تاخذ بالوراثة، تاخذ بالوراثة من الطلب اللي عندك بكل وحدة من عدن اكو جزء من بنفس البيانات اللي انت تريد تسويهن موروثة لبقية النودز، كل النودز بيها حتى كل وحدة تعالج المشكلة اللي انت تحتاجها. In many applications such as money transfer مثلا اللي عملية نقل البيانات احنا ذاكريها هاي بالرايس كونديشن بالاو اس، عملية نقل البيان نقل الفلوس الماني money transfer in bank or reach the consists among parties that are geographically distant. هاي المسافات البعيدة بين البنك مثلا وعندك او عندك حساب بنكي في مصرف معين ورايح لغير بلد وتريد تحول فلوس، زين وتريد تحول فلوس لبلد ثالث مثلا، لازم اكو مسألة اكو وراثة لمعلوماتك على كل هذا المصادر البنك المختلفة، حتى لو البنك اللي ما ميت تروح تسوي ترانسفير راح ياخذ معلومات من عندك، ايش قد عندك ايش قد بقى عندك، ليش؟ حتى ما يصير خطأ. زين وهاي مسألة مهمة تفيدنا او يعني تخلينا انه نستفاد من الديستريبيوت سيستم وخصوصا في تحويل اموال اوكي. Resource sharing من الأمور المهمة اللي نستفاد من عدها إنه مشاركة المصادر such peripherals resource such شنو resource sharing peripherals كأجهزة أدوات، أيضا data set database بعض الأوقات أنت database أكو database كلش عملاقة أنت ما تقدر تخليه على حاسبتك، بس شو تسوي من تروح تقصد موقع آخر تنزل شنو تقدر تستفاد من قواعد بيانات وين في حاسوب اخر تستفاد من عده تنزل معده بياناتك وانت ما تحتاج انه تنزل يعني تنزل على حاسبك. ومثال واضح مثل فيسبوك مثل اليوتيوب مثلا، يوتيوب بمجموعه افلام عملاقه لو تريد تنزلهم كلهم على الحاسوب مالتك ما يكفي الهارد مالتك وتحتاج كنت تشتري هارد، فما يحتاج تعتمد على الريسورس شيرنج اللي موجود بالديستريبيوت سيستم. يعني مثلا اليوتيوب هو بي سيرفرات خاصة مخزونة بفيديوهات، انت بعد ما يحتاج مجرد تفتح يعني تقدر تفتح اليوتيوب وتباوع وتشوف الفيلم ما يحتاج ان تنزله وموجود دائما. زين وحتى في اكو بعد امور اكثر انه حتى مت يعني تشتري بعض المصادر انت وتخزنهن وتخزن بها فايلات وبعد ما تنحذف، فهنا يسموه ريسورس شيرينج عملية مشاركة المصادر من العد من ال distributed computers اوكي
اوكي. فلذلك انه مو يعني عاده لو تلاحظون الفيديوز اللي موجوده بكل مكان ممكن تكون على سايت واحد اصلا، يعني هسه مصادر اليوتيوب تلقيها السيرفرات مالتها السيرفرز كلش مختلفه وموزعه على كل مكان، يعني ما ممكن انه تجيب انت كل الفيديوهات تخليها على مالتك الحاسوب، او حتى من تريد تخلي هاردوير راح تحتاج انه تشتري بعد. فهذا من الامور المهمه اللي تفيدنا بال distributed system، انه حافز انه نستخدمه اصلا. المسألة الاخرى enhance reliability. reliability معناها الموثوقية، يعني شنو موثوقية؟ ست اليوتيوب فد يوم جيت لقيت اليوتيوب مقفول مسدود ما ينقفل، دائما تلقاه موجود، الفايلات اللي بيه ما تنمسح. زين احنا قلنا انه انت اذا تريد تخزن يراد لك فلوس هواي حتى تشتري كل هاردات وتخزن هيك امور، بينما انت موجود عندك. فد يوم شفته مطفي اليوتيوب، لا ما جد صار عندك مشكله انت بالانترنت، لكن هو اليوتيوب موجود، لانه ان شاء الله اذا مرن علينا ذني نشوف شلون قاعد عمليات الخزن. فيسموه انهانس ريلايبيليتي، بالاضافه الى قلنا ذكرنا ريسورس شيرنج عندنا انهانس ريلايبيليتي، تحسين الموثوقيه. الموثوقيه ايش بيها؟ بها availability، انه انت دائما تجي تلقى شنو هاي المصادر عندك، تلقى مقاطع الفيديو اليوتيوب او الفيديو اللي عندك موجود، ما يروح به خلل. طبعا هذا شلون يجي موجود دائما ما يصير خلل عندهم؟ لا، هو عده سيرفر موجود في امريكا، عده سيرفر اخر موجود وين؟ في اوروبا، يخزن هذه الامور راسا بنفس الوقت نسخه ثانيه. فاذا عطل هذا الجزء اللي بامريكا مباشره الجزء اللي اخر في اوروبا يحول، وانت ما تحس، صار صيانه، صار خلل، صار حريق. فليش يوزعون هيك مسافات؟ حتى اذا صار زلزال مثلا ذيك الجهه ما تتاثر، صار حريق ذيك الجهه ما تتاثر، يعني هاي الكوارث القويه. فيوزعون بالتوزيع، فانت تجي تلقى الفيسبوك موجود 24 ساعه، اليوتيوب موجود 24 ساعه. Integrity يعني ال value state of the source should be correct، يعني أنت من تدز لجهة معينة حتى يسوي لك حسابات معينة أو تنقل فلوس لازم النتائج تكون صحيحة، مو تصير خطأ. فمن أمور distributed system دائما النتائج والمعلومات تدزها وتستفاد منها صحيحة عندك، فهذه ايضا موجوده بالديستريبيوت سيستم، لازم ناخذها بنظر الاعتبار حتى اذا نريد نسوي ديستريبيوت سيستم. يعني قلنا لازم نسوي الافايلابيلتي يكون عالي، اذا واحد يسوي ديستريبيوت سيستم خاص بي مثلا ويريد يسوق له لازم يسوي انتجريتي اللي هو لازم كل المعلومات البي صحيحه. الفولت تولرانس، الفولت تولرانس قلناها يعني هم ذكرنا مثلها الابيلتي تو ريكفر فروم سيستم فيلر. بعض الاوقات السيستم يصير بي فيلر، يصير بيه عطل، يصير بيه مشكلة، السوفت وير يصير بيه مشكلة، زين شو نسوي احنا هنا؟ ما نخلي اليوزر لازم شنو اليوزر يعاني، لا، لازم هو نفس الوقت شنو؟ اكو خلينا نقول كلستر له، يصحوا له مثلا. اما كهاردوير مثل ما ذكرنا سيرفر اخر يسوي باك اب، او راسا تصليح لنظام تشغيل ثاني، راسا يحل مكان النظام التشغيل الاول، او بعض السوفت وير اللي تحل مكان السوفت وير الاول. لذلك فولت توليرانس يعني مجابهه الاخطاء اللي تصير، بس يصير خطا لازم اكو حل له مباشره واني بحيث اليوزر ما يقدر يحس. النقطه الرابعه اللي هي الانهانس ريلايبيلتي السكيلابيلتي، سكيلابيلتي هي قابليه التوسع، لازم يكون او من مواصفات ديستريبيوت سيستم قابليه التوسع به. شنو قابليه التوسع؟ شايفين احنا شو نسوي؟ كل ساعة واحد يطق سيلف الروحه وسيلف صاحبه ويصعد على اليوتيوب او يصعد على الفيسبوك او يكتب مقالات او يسجل فيديوهات مقالة ويصعد يصعد يصعد. شفت فد يوم قبط اليوتيوب؟ ما قبط. هذه ذاك بي لازم تكون مواصفة السكيلابيلتي، سكيلابيلتي قابلية التوسع، قاعد يستوعب كل هذا اللي قاعد يصير من كاميرات، يشوفون العالم كاميرات وفيديوهات ويصعد يوتيوب ويصعد فيسبوك الى اخره. فالامر مهم بما يسمى بالسكيلابيلتي. Modularity and incremental expandability أيضا هي لها علاقة بعلاج ال heterogeneous processor may be easy add into the system without affect the performance. Then يعني هذا اختلاف الريسورس اللي موجودة بي، أو تضيف أنت ريسورس مختلف، تجيب بنتيوم 4 بنتيوم
3 إلى آخره، كوراي 7 من ذني موجودات، كل لازم تقدر تسوي لهم تنسيق أنه يبدأ يشتغلن من غير أن يسوون أي مشكلة، وقابليات التوسع أيضا أو معالجة قابليات التوسع أيضا موجودة. هذه مقارنة بين نودز، يعني هذا آخر شيء تطلعون عليه.